بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أصدقائي الأعزاء. هنكمل حكايات ريا وسكينة، الحلقة رقم 35. هنبدأ نتكلم في الجزء ده أو في حلقة النهاردة عن الضلع الخامس من أضلاع عصابة ريا وسكينة، عن عرابي حسان إناوي. هل كان عرابي حسان إناوي في توة؟ كيف تعرف عرابي حسان على آل همام؟ لما انتقل حسب الله مع زوجته ريا وبنتهم بديعة للإقامة في بيت بيقع في زقاق ضيق بمنطقة المسكوبية أو اللي اسمها الحقيقي السكونية، أقام فيها حسب الله مع ريا حوالي 4 شهور. برضو عملوا بالبغاء السري، وذاع صيت البيت في الحي كأحد أهم وأشهر بيوت البغاء السري. في الشهر الأخير من أقامتهم في بيت المسكوبية أو السكونية، انتقلت سكينة ومحمد عبد العال عشان يقيموا معاهم في نفس البيت. وفي البيت ده وفي الوقت ده تعرف آل همام على الضلع الخامس من أضلاع عصابة ريا وسكينة، عرابي حسان إناوي. عرابي حسان إناوي كان أول من تعرف عليهم حسب الله من جيرانه الجدد في المسكوبية أو السكونية. كان الكلام ده سنة 1917. عرابي حسان إناوي كان شاب قصير القامة، أسود الشعر، عسلي العينين، قمحي اللون، وكان في الوقت ده سنة 1917 عمره حوالي 25 سنة، أي أن عرابي حسان من مواليد سنة 1892 تقريبا. وكان عرابي حسان من الصعيد، كان من قرية أبنوب الحمام بمحافظة أسيوط اللي أمضى فيها طفولته. وفي بداية مرحلة المراهقة وصل عرابي حسان إلى مدينة الإسكندرية بحثا عن العمل وبحثا عن الرزق، زيه زي عشرات الآلاف من أبناء الصعيد اللي بيأتوا للإسكندرية بحثا عن الرزق. قال عرابي حسان بعد كده في التحقيقات إنه ورث هو وإخواته 4 أفدنة عن أبيه، وقال عرابي إنه تنازل عن نصيبه منها لأمه وإخواته الصغار اللي كانوا بيزرعوها ويعيشوا من خيرها، ومقابل ذلك كانت أم عرابي وإخواته بيرسلوا له مؤونة منزله من السمن البلدي والحبوب وغير ذلك من خير الأرض والريف. ولكن لم يحاول أحد إنه يتحقق ويتثبت من صحة المعلومات دي، معلومات إن عرابي كان له أطيان أو ورث في بلده، المعلومات التي لا تتناسب مع المسار اللي اتخذته حياة عرابي حسان في الإسكندرية. عرابي حسان اتعرف في مدينة الإسكندرية بأنه فتوة بيتبجح بقوته الجسدية ويتباهى بشجاعته وجسارته ويفاخر بأنه عرابي الصوامعي، ولقب الصوامعي نسبة إلى قرية الصوامعة. قرية الصوامعة قرية من قرى محافظة أسيوط اللي بيضرب المثل بأهلها في الشجاعة، وأهالي قرية الصوامعة بينتهي نسبهم إلى بني سميع أحد بطون القبائل العربية اللي توطنت في مصر. كان عرابي حسان بيتفاخر انه عرابي الصوامعي، ويتحدى الجميع بانه يقدر بمجرد رفع العصا انه يقفل شارع باكمله وحده. يخاف الجميع، لا يتبقى في الشارع اي شخص الا واحتمى بمنزله، جميع الدكاكين تقفل ابوابها، وطبعا دي نوع من انواع البلطجة. لحق عرابي حسان بالفتوانة وهي في المرحلة الاخيرة من حياتها، بعد ما سيطرت الدولة على المدن الرئيسية وقسمت كل مدينة إلى 8 أقسام، وجعلت كل قسم له مقر شرطة كان معروف باسم التمن. ولأن الفتوات قبل إنشاء أقسام الشرطة كانوا بيقوموا ببعض مهام وأعمال الشرطة زي حماية السكان المقيمين في دوائر نفوذهم، زي أنهم يحموهم من أي عدوان من سكان الأحياء المجاورة، أو أنهم يقوموا بالتحكيم فيما بينهم من خلافات أو نزاعات سواء كانت تجارية أو حتى زوجية أو مشاكل توزيع الميراث وغيرها. كان الفتوات مقابل ذلك بيفرضوا إتاوات على التجار وعلى بقية أهالي الحي، وبالتالي أدى إنشاء أقسام الشرطة إلى القضاء على جزء كبير من نفوذ الفتوات. ولكن نفوذ الفتوات وحتى الوقت ده لم ينتهي تماما، لأن الفتوات وأعوانهم وأتباعهم كانوا بيقيموا وسط السكان يعرفوهم كويس عكس الشرطة. كمان الفتوات كانوا يقدروا يلحقوا الأذى
أو يمنعوا الأذى عن السكان أسرع من الشرطة باعتبار إقامتهم وسطهم ومعاهم. كان المصريون والحد دلوقتي بيفضلوا عدم إقحام الشرطة أو الحكومة في شؤونهم. دايما المصريين بيفضلوا الاستناد إلى التقاليد والأعراف والعادات حتى وإن لم تكن عادلة أو مستقيمة، وده برضو أدى إلى زيادة نفوذ الفتوانة أو استمرار وجودها. خلال سنوات الحرب العالمية الأولى من سنة 1914 إلى 1918 كانت معظم الأحياء في المدن الرئيسية وخاصة القاهرة والإسكندرية ما زالت بتخضع لسلطات الفتوات. كان لكل حي من الأحياء الشعبية فتوة أو أكتر يفرضوا نفوذهم وسلطانهم على سكان الحي ويفرضوا حمايتهم عليهم. كانوا بيعتبرون أي تدخل من الفتوات الآخرين في شؤون سكان الحي عدوان يرد بمثله لردع من يقوم بذلك حفاظا على هيبتهم وصيانة لما كانوا يعتبرونه حقوق الولاية اللي كانوا بيحصلوا عليها إما بالوراثة عن آبائهم أو بانتزاع الفتوانة بالقوة من الفتوة السابق بعد معركة ينهزم فيها الفتوة السابق، أو بموت الفتوة، أو إنه ينسحب من الفتوانة، أو إنه يتقاعد. في مدينة الإسكندرية كان لكل حي فتوة أو كانوا بيسموه أبو أحمد أو أبو أحمدات. أبو أحمدات هو اللقب الموحد اللي كان سكان الإسكندرية بيطلقوه على الفتوات، زي زغلول فتوة شارع أنستاسي، وأبو خطوة فتوة راس التين والسيالة، وسلامة سلبو فتوة حي اللبان الحقيقي. كان فتوات أو أبو أحمدات الإسكندرية لهم زي مميز، كانوا بيرتدوا السروال الأسود الواسع وفوقه صديري بلدي وجاكتة وطربوش. كانوا بيعتنوا جدا ببرم شواربهم ويحرصوا على تثبيت شواربهم على هذا الوضع باستخدام مثبت كان معروف في الوقت ده باسم الكوزماتيك، وكانوا بيحرصوا على حبك الطربوش فوق رؤوسهم. كانت تقاليد الفتوانة وعادتها ما زالت قائمة من حيث الشكل فقط. الفتوة هو قائد جيش الحي والمدافع عن كرامة وحقوق سكان الحي، وكانت انتصارات فتوة الحي على فتوات الأحياء المجاورة بترفع قامة سكان الحي وتدعوهم للفخر بمكانة الحي اللي بيسكنوه وشجاعة وقوة الفتوة بتاعهم. بعد الفتوة بيأتي في الترتيب أو بتنظيم الهيكل التنظيمي للفتوانة في الوقت ده، كان بيأتي بعد الفتوة الصبوات، والصبوات هم الطبقة الأولى من أعوان الفتوة ورجاله اللي كانوا بيساعدوه في اتخاذ القرار وبيقودوا القوات معاه. الطبقة التانية من أعوان الفتوة بعد الصبوات كانت هي المجادع، والمجادع جمع مجدع، الجنود اللي بيشاركوا في المعارك بالنبابيت الخشبية أو الأسلحة البيضاء. كان بيطلق على الطبقتين دول اللي هما الصبوات والمجادع، كان بيطلق عليهم المشاديد، يعني أنصار الفتوة اللي بيؤذروه ويتشددون له. أما الطبقة الثالثة من الفتوات أو من تنظيم الفتوانة، الطبقة الثالثة كان اسمها المقاطيع. المقاطيع اللي كانوا بيقوموا بالأعمال الخدمية في بلاط الفتوة ومشاديده، يعني المقاطيع دول كانوا بيعدوا مجالس شرب الخمر والطعام، مجالس تدخين الحشيش، كانوا يلقون النكات والحكايات الطريفة والنوادر لإضفاء جو من البهجة والفكاهة في مجالس الفتوة ومشاديده. ده كان ترتيب أو تنظيم الهيكل التنظيمي للفتوانة. عرابي حسان لم يكن فتوة، حتى لم يكن من المشاديد، لا من الصبوات ولا من المجادع ولا حتى من المقاطيع. عرابي حسان كان أقل من ذلك بكثير في سلك تنظيم الفتوات والفتوانة. في الوقت ده خلال فترة الحرب العالمية الأولى كان التحلل والضعف أصاب جماعات الفتوانة والفتوات، واقترب الفتوات من أنهم يكونوا أقرب لأنهم يكونوا عصابات من المجرمين اللي بتستغل قوتها البدنية وجرأتها في ارتكاب الجرائم. ودخل مجال الفتوانة مدعون لا يمتون للفتوانة الحقيقية بصلة، لم يتربوا في سلك الفتوانة، لم يترقوا في طبقاتها المختلفة،
من مقاطيع إلى مجادع إلى صبوات، وبدأوا يدعوا الفتوانة، يفرضوا نفوذهم على الناس لمجرد أن عندهم شيء من القوة الجسدية وبعض من الجراءة والقدرة على المخاطرة. كان عرابي حسان من مدعي الفتوانة دول، واللي ملهمش أي علاقة بالفتوانة. كان عرابي حسان من اللي ظهروا من مدعي الفتوانة في فترة انحلال وضعف وانتهاء الفتوانة الحقيقية. لم يكن عرابي حسان وارثا للفتوانة عن والده مثلا، لم يأخذ الفتوانة زي معظم الفتوات بقوة ساعده أو ببطش نبوته. لم يرتقي عرابي حسان من مرتبة مجدع إلى مرتبة الصبوات. لم يكن عرابي حسان من المشاديد على الإطلاق. لم يكن عرابي حسان أصلا من أبناء الإسكندرية الأصليين واللي كانت الفتوانة بتقتصر عليهم. كان عرابي حسان مجرد مهاجر صعيدي فقير من قرية أبنوب الحمام بأسيوط، فقير وفقير جدا. كان انتصر في عدد من المشاجرات اللي كانت بتنشب بين جماعات الصعيدة المقيمين في حارة الفرهدة، وبالتالي أصبحت لعرابي حسان مكانة في الحارة، حارة الفرهدة. تعدت مكانته بعد كده للحارات والأزقة المتفرعة منها. ولأن القوة مسألة نسبية، القوي يوجد الأقوى منه، ولأن المنطقة اللي كان بيقيم فيها عرابي حسان واللي هي شياخة تابعة لاسم شرطة اللبان كانت مليئة بعدد كبير من المهاجرين الصعايدة الفقراء والمعدمين والضعفاء اللي لم يتعودوا دخول معارك مع الأقوياء، كانوا دايما عارفين ومتأكدين إنها تنتهي بهزيمتهم. وبسبب كده وبسبب جرأة عرابي حسان وانتصاره في عدد من المشاجرات والمعارك، اتخذت قوة عرابي حسان عدد حجم أكبر من حجمها الحقيقي. كانت قوة عرابي حسان قوة دعائية أكثر منها قوة فعلية، بمعنى الصيت ولا الغنى. شاع عن عرابي حسان إنه رزيل وشضلي وشرس، وبالتالي أصبح عرابي حسان بيأخذ كل ما يريد استنادا على شهرته إنه شضلي ورزيل، ولمجرد إن الآخرين كانوا أضعف وأجبن من إنهم يحتجوا أو يرفضوا أو يقاوموا عرابي حسان. وكان عرابي حسان هو أكثر الجميع معرفة بمدى قوته الحقيقية. بسبب كده تجنب عرابي حسان بذكاء إنه يدخل في معارك ضد من يفوقونه أو حتى يساوونه في القوة. لم يتجرأ أو يجسر عرابي حسان على مجرد التفكير في تحدي المعلم سلامة سالم سلبه في توة الفرهدة واللبان الحقيقي في الوقت ده، أو حتى مجرد التفكير إنه يتحدى حتى واحد من صبوات أو مجادع المعلم سلامة سلبه، لأن عرابي حسان كان أجبن من إنه يمارس رزالته ضد الأثرياء أو الأقوياء اللي بيعتزوا بثرواتهم ونفوذهم ويحتووا بأعوانهم وتابعيهم. عرابي حسان قصر فتوانته وقوته على اللي أضعف منه. وجه عرابي حسان قوته فقط للضعفاء اللي ذهب الفقر بكل اللي تبقى لهم من نخوة تدفعهم للتصدي لعدوانه، أو لأنهم أفراد بلا عصبية ولا عزوة تقدر تدافع عنهم، أو لأنهم من اللي بيمارسوا أعمال من النوع اللي بيقع تحت طائلة القانون، ممن لا يتحمس أحد للدفاع عنهم أو لمنع عرابي من العدوان عليهم. عشان كده كانوا بيسكتوا تجنبا للمشاكل وتجنبا للفضائح. مثلا إذا كانت مقهى من المقاهي بتبيع خمور مغشوشة، كان يدخل عرابي حسان مع مجموعة من أصدقائه، بمجرد أن يراهم صاحب المقهى كان يصيب الخوف والهلع خوفا منهم. كان يسرع صاحب المقهى لخدمتهم بنفسه ويقدم لهم خمور حقيقية غير مغشوشة ومزات من المزات الفاخرة. يسكر عرابي وأصدقائه كما يشاءون وينصرفوا دون أن يطالبهم صاحب المقهى بدفع الحساب، لأنه لو طالبهم أحد بالحساب هيدفعهم للصياح والجلبة وإثارة الفضائح بأن المقهى بيقدم خمور مغشوشة، وتحدث مشاجرة قد تنتهي بتحطيم ألواح الزجاج والمقاعد وبراميل الخمر المغشوشة. فبالتالي كان صاحب المقهى يسكت. وإذا كان الدكان محششة كان يدخل عرابي حسان مع أصدقائه يجلسون ويحششون ويعتبروا ده تشريف لصاحب المحششة اللي ما يقدرش
يعترضهم او انه يرفض لهم طلب او انه يطلب تمن ما دخنوه من حشيش، والا اثاروا الصياح والضجيج والمشاجرات، وتنتهي عادة بحضور الشرطة ويتم القبض على الجميع. واذا كان البيت بيدار للبغاء السري او للدعارة السرية، كان يقتحمه عرابي حسان بجسارة وهو متأكد ان محدش هيعترضه. كان بيختار من النساء البغايا من تعجبه ويختلي بها، ويغادر من دون ان تطلب الفتاة بثمن جسدها، ومن دون ان يطلب اصحاب البيت بايجار الغرفة ولا حتى النسبة من ثمن جسد الفتاة. باختصار شديد، كان عرابي حسان في توة من منازلهم، واحد من عشرات من امثاله من الفقراء والمطحونين، استغل حالة تحلل الفتوانة وضعفها عشان يزعم لنفسه دور الفتوة، تظاهر بقوة لم يكن يملكها عشان يعيش على حساب أمثاله من الفقراء والضعفاء والمطحونين، يأخذ أموالهم ويخطف اللقمة من أفواههم من دون أن يقدره أو حتى يكسره على مجرد الاعتراض عليه. وبحكم خبرته وسابق معرفته بالبيوت اللي كانت بتعمل في البغاء السري، كان عرابي حسان هو اللي أول من عرف وأدرك إن السكان الجدد اللي سكنوا في الزقاق الموازي للزقاق اللي بيقع فيه منزله بيعملوا في البغاء السري. وبدأ عرابي حسان يتعرف على حسب الله ومن بعده ريا. كان الكلام ده سنة 1917. وفي يوم من الأيام دخل عرابي حسان بيت حسب الله وريا في المسكوبية أو السكونية، وبعد دقائق وباتفاق مسبق دخلت رفيقته نظلة بنت أبو الليل البيت. ومن الوقت ده من سنة 1917 تعرف عرابي حسان على حسب الله وريا، وبعد كده سكينة ومحمد عبد العال. ومن الوقت ده لم ينقطع عرابي حسان عن آل همام، ومن الوقت ده أصبح عرابي حسان الضلع الخامس من أضلاع عصابة ريا وسكينة. وكمان كانت بداية معرفة نظلة بنت أبو الليل رفيقة عرابي حسان في الوقت ده، والضحية التانية لعصابة ريا وسكينة بعد كده كان بداية تعرف نظلة بآل همام، وبداية سيرها في الطريق اللي انتهى بمقتلها. في الوقت ده وسنة 1917 كان عرابي حسان بيعمل حمال في جمرك البضائع بالمينة بالإسكندرية. كان عرابي حسان أحيانا بيأخذ بعض البضائع الأجنبية من الإسكندرية يسافر بها لقريته أبنوب الحمام يبيعها هناك، ويشتري بالثمن من قريته عدد من صفائح السمن والعسل والجبنة القديمة، يعود بها للإسكندرية يبيعها ويكسب فرق السعر. ولكن عرابي كان بيعمل ذلك في أحيان قليلة جدا وبدون حماس، وكان بيشوب معاملات عرابي حسان الغش والسرقة. كان عرابي حسان مشهور في الحارة بأنه فتوة الحتة، كان متزوج وزوجته بتقيم معاه في مدينة الإسكندرية، وكان له ابن اسمه عباس عرابي. كان عرابي حسان رفيق لنظلة بنت أبو الليل من 4 سنوات كاملة، يعني من سنة 1913. ومن اللحظة الأولى كان منزل حسب الله وريا في السكونية مكان مناسب ومثالي للقاءات عرابي حسان ورفيقته نظلة أبو الليل، لأنه كان بيتوسط منزليهما. ولما كان عرابي يريد لقاء نظلة أبو الليل، كانت ريا ترسل بنتها بديعة واللي كان عمرها 7 سنوات لمنزل نظلة القريب، تطلب منها الحضور لأن هناك زبون يريد أن يكلفها بخياطة الملابس. وفورا كانت نظلة ترتدي الملاية فوق جلباب المنزل وتذهب مع بديعة أو تلحق بها لمنزل حسب الله وريا، تصل فتجد عرابي حسان في انتظارها. ومع ان ريا كانت ضاقت وزهقت في البداية لانها ما قدرتش ولم تتجرأ انها تطالب عرابي حسان بمقابل مادي عن حضوره مع نظلة للبيت. مش بس كده، لم تقتصر على لقاءات عرابي حسان مع رفيقته نظلة ابو الليل فقط، ولكنها تعدت ووصلت ان عرابي حسان كان بيختار من يشاء من نساء البيت، او كان بيصطحب نساء اخريات كان بيصطادهم من الشوارع ويأخذهم للبيت ويختلي بهن في البيت، وده كله من دون أن يدفع أي شيء. لم يكن عرابي حسان يدفع أي مليم مقابل كل هذه الخدمات، وده كان مضايق ريا بشدة. ولكن ريا أدركت وفهمت بعد فترة قصيرة إن الفايدة اللي هتجنيها
من ارتباط اسم عرابي حسان بالبيت أكثر بكثير من اللي بتقدمه له من خدمات، وأكبر من أي مقابل مادي قد تحصل عليه مقابل هذه الخدمات، لأن اسم عرابي حسان كان مسمع في الحارة كلها باعتباره فتوة الحتة، وارتباط اسم فتوة الحتة بالبيت كافي أنه يرضع أي شخص تحدثه نفسه بالتدخل في شؤون البيت أو مجرد التفكير في إبلاغ الشرطة ضدهم. وكان تردد عرابي المستمر على البيت كفيل أنه يرضع أي زبون يدخل البيت ويحصل على خدماته ويرفض دفع الثمن أو يحاول ابتزاز أصحاب البيت برفع صوته أو بالتهديد بإثارة الفضائح. وطبعا دي أمور كانت كفيلة أنها تأثر على نشاط البيت وبالتالي على إيراد البيت. كانت ريا قبل كده من قبل حضور عرابي حسان إذا حصلت حاجة زي كده كانت بتسارع أنها تراضي الزبون المشاغب وتتنازل عن حقها لمجرد أنها تمنع ارتفاع صوت الزبون وإثارته للفضائح. ولكن بعد ظهور وتردد عرابي حسان على البيت، وبعد أن أصبح معروف أن البيت تحت حماية عرابي في توة الحتة، التزم الجميع جادة الأدب وأصبح الزبائن يدفعون ثمن خدمات البيت من دون تردد ومن دون مساومة. وإذا كان الزبون بيتردد على البيت لأول مرة وما يعرفش أن للبيت فتوة بيحميه وهيأت له الخمر أنه يأخذ خدمات البيت من دون أن يدفع الثمن، كانت كلمات قليلة من عرابي حسان، وبعدها إن لم يستجب كانت لكمات عرابي حسان كفيلة أنها تفيق هذا الزبون وتطير الخمر من رأسه فيدفع الثمن من دون نقاش ومن دون مساومة. ومن الوقت ده أصبح عرابي حسان هو الضلع الخامس في عصابة ريا وسكينة وحسب الله ومحمد عبد العال من سنة 1917، وأصبح معروف للجميع في باب سدرة والفراهضة وسوق الجمعة وغيرها من حارات وأزقة قسم شرطة اللبان إن عرابي حسان هو فتوة آل همام وحامي حمى البيوت اللي بيديروها للبغاء السري والمتعة المحرمة. كان عرابي حسان بيأدب الزباين المشاغبين، يرهب الجيران المعترضين على وجود بيوت البغاء السري وسط بيوت الأحرار، ويكفل للبيت استقرار يمكنه من العمل والمكسب من دون أن تتدخل الشرطة في شؤونه أو تؤدي لإغلاقه. كان مجرد اقتران اسم عرابي حسان بالبيت كان بيشجع الكثير من الزبائن على التردد على البيت وهم مطمئنين أنهم في أمان، لن يتعرضوا لأي مضايقات من الجيران ولا لأي تجريس من الأطفال. أيضا كان عرابي حسان بيقدم ويمد البيت بعدد من الزباين من معارفه وأصدقائه، كانوا بيصطحبون للبيت نساء من رفيقاتهم أو من نساء بيصطادوهم من الشوارع عشان يختلوا بيهم في البيت، وبالتالي كانوا بيسهلوا على ريا وسكينة مهمة سحب النساء البغايا للعمل في البيت. وفي الغالب كانت ريا وسكينة وخاصة ريا بتجلس مع النساء اللي بيحضروا مع عرابي وأصدقائه ومعارفه، بتجلس معها بعد انتهاء الخلوة بينها وبين الرجل اللي حضرت معاه ومن دون علم الرجل ده، وتعقد معها اتفاق سري على انها تعود بعد ذلك وحدها تنضم الى النساء العاملات بالبغاء السري في البيت، وتصبح واحدة من النساء العاملات بالبغاء السري تحت إدارة ريا وسكينة. بمصطلح المهنة تصبح إحدى مقاطير بيوت البغاء السري لريا وسكينة. وكانت نظلة بنت أبو الليل فتح الباب رفيقة عرابي حسان أولى النساء اللي عقدت معاهم ريا اتفاق سري يقضي بالعمل معاها في البغاء السري. وإن شاء الله في الحلقة القادمة هنتناول ده بالتفصيل، وهنتناول تفاصيل وأسرار العلاقة بين عرابي حسان إناوي ونظلة بنت أبو الليل فتح الباب الضحية التانية. قبل نهاية الحلقة الجزء الأول من عرابي حسان هقدم لحضراتكم وثيقة رسمية من ملف القضية، ورقة التشبيه الخاصة بعرابي حسان وبصمات عرابي حسان كما أخذت في ورقة التشبيه وقت القضية سنة 1921. ورقة التشبيه مقبوض عليه نمرة القضية 43 جنايات اللبان 1920، تاريخ الجلسة تحقيق، نيابة محكمة الإسكندرية، تاريخ الإرسال
16/1/1921. نوع التهمة بالاختصار الكلي قتل بالمادة 194. اسم المتهم ولقبه وشهرته: عرابي حسان إناوي. عانس أم متزوج أم عازب؟ متزوج. غير ملم أو غير ملمة بالقراءة والكتابة؟ غير ملم. اسم الوالد ولقبه: حسان إناوي. اسم الجد ولقبه: إناوي. الجنسية: مصري، رعية. ديانة: مسلم. صناعة: شغال بالبحر. عمر: 30 سنة. المولد: البلد أبنوب، مديرية أو محافظة أسيوط. الإقامة: بلد باب سدرة. مركز أو اسم اللبان، مديرية أو محافظة الإسكندرية. اسم العمدة أو شيخ الحارة الذي يعرفه: علي زيد. علامات بدنية مميزة موجودة على الذراع اليسرى واليد اليسرى، وشم 4 خطوط على الصابع الإبهام، الذراع اليمنى واليد اليمنى، وشم اسم عرابي حسان إناوي الثلاثي بالإسكندرية على الساعد المقدم، سلسلة بالمعصم الخلفي وجملة سلاسل ببطن اليد، الوجه والعنق، وشم نقطة على الشارب ونقطة على الذقن، ومشاريط موس على كل من صدغيه، الصدر والظهر، وشم على الصدر، بقية أجزاء الجسم، متوسط القامة والجسم، أنف وفم عادة، عيون عسلية سليمة، شعر أسود، حواجب مفتوحة، اللون قمحي. مقاس قامة المتهم 162 سنتي، وطبعا عرابي حسان كان قصير القامة. وقد أخذت هذه الأوصاف بمعرفتنا في 17/11/1920. التوقيع محمد حسن، ويوجد في الوثيقة توقيعان آخران، واحد باللغة العربية والآخر بالإنجليزية. قد كشف عن سوابق صاحب هذه الورقة، فظهر أن دي أحكام السوابق اللي مسجلة ضد عرابي حسان. واحد حكم عليه في 5/12/1914 في القضية 122 استئناف الإسكندرية بغرامة 100 قرش للضرب. 2 حكم عليه في 25 أكتوبر 1915 في القضية 1327 بالحبس 20 يوم مع الشغل. 3 حكم عليه في 16/1/1918 في القضية رقم 458 استئناف الإسكندرية بالحبس شهر بتهمة الضرب. 4 حكم عليه في 19/2/1919 في القضية رقم 843 استئناف الإسكندرية بالغرامة 200 قرش. والتاريخ 17/11/1920. دي كانت ورقة التشبيه الخاصة بعرابي حسان إناوي، وفيها صفاته وكل المعلومات عنه، بالإضافة لصحيفة السوابق الخاصة، واللي كانت بتحتوي على 4 سوابق زي ما تابعنا وشفنا لعرابي حسان إناوي. إن شاء الله في الحلقة القادمة هنكمل حكاية عرابي حسان إناوي، وهنتناول أسرار العلاقة بين عرابي ونظلة أبو الليل، والعلاقة الآثمة بينهم، واللي كانت السبب الأساسي إن نظلة أبو الليل فتح الباب تكون هي الضحية التانية من ضحايا عصابة ريا وسكين. في نهاية الحلقة، لو الفيديو عجبكم بتمنى أنكم تدعموه باللايك والشير، ومنتظر أراكم وأسئلتكم في التعليقات. دمتم أصدقائي الأعزاء بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.